ثلاث اشياء لازم تكون كلها تكون متقارنه يعني متقارنه ومتساويه ولازم تكون كلها بابداع. بس احيانا اذا صارت القصيده كلماتها قويه تسهل عليك اللحن، اذا صارت سهله يعني تسهل عليك اللحن بعض الاحيان. بس مرات اذا كانت القصيده قويه يظلمها اللحن، عرفت يعني؟ في بعض القصائد نسمعها عادي مره من مرور الكرام، بس يوم تركز في القصيده تحصل مكان القصيده قوي والعكس صحيح. يعطيك العافيه. طيب يعني نبغى نسمع شيء من تراث عمان، من تراث العمان. من التراث العماني؟ نعم، شيء بسيط. ابشر. انا والله بيني وبينكم كنت حاط فقره اني اجيب لكم شيء، بس دام نيت عند بتال ابشر. تفضل. بدل ما اسوي الفقره ثانيه خليها اثنين في واحد. من تراث جنوب الجزيرة العربية، مقدمة عنه. صلوا على النبي، صلي على النبي، عاي صلي على النبي. بالله رامنا عطن بغاري قد، بالله رامنا، بالله رامنا عطن بغاري قد، بالله رامنا، او بالله رامنا. طب ليت مشكل لك لحاي تتبع غزة عطن بغاري قد، بالله رامنا. طب ليت مشكل لك لحاي تتبع غزة عطن بغاري قد، بالله رامنا. سؤال صحة بدانك. الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. يمتد الجسر أحد محافظات المنطقة الشرقية. نرحب بابن عيرية سيف الزعبي، حياها الله. حياك الله يا سيف.